اهلا بحضراتكم من جديد، ونورني وشرفني الكابتن الكبير كابتن عبد المنعم شطه، نجم الاهلي وعاشق الاهلي. دايما باكد على هذا الكلام، عاشق الاهلي ومعشوق الجماهير الاهلاويه. نور الدنيا. اهلا والله، اهلا وسهلا ميدو. انا سعيد جدا الحقيقه اني ببقى في قناه الاهلي وسط بيتي يعني طبعا، وحقيقه في اي لحظه هلبي اي دعوه ان شاء الله. ده بيتك طبعا، ربنا يخليك. كنا مستنيينك تنورنا من زمان. لا على طول باجي ان شاء الله، بس انت ايه وجه الدعوه هتلاقي ان شاء الله. على طول انا موجه لك الدعوه من سنتين يا كابتن. ان شاء الله. ايام افريقيا لما كنت اقول لك كابتن شطه الحقنا يا كابتن شطه. والله كابتن شطه الحقنا يا كابتن شطه. لكن كان الموضوع كان صعب شويه يا كابتن. انا جبت كده يعني سؤال ما كنتش لسه هطرحه لحضرتك، لكن اتكلمنا فيه، كان موضوع التحكيمي في السنوات الاخيره خصوصا المباراه النهائيه، كان تحس ان الدنيا ملخبطه كده تحكيميا. والله شوف يا ميدو، انا عايز اتكلم عن التحكيم الحقيقه، لان انا كنت في يوم من الايام التحكيم كان جزء من الديفلوبمنت ديفيجن بتاعي اللي انا كنت مسؤول عنه. تمام. انا كنت مسؤول عن تطوير الحكام في القاره مع الاستاذ فرح قدو، عرف سمعت عنه ولا لا؟ هذا الرجل طبعا كان ماسك الاتحاد الافريقي ولجنه الحكام سنوات طويله جدا. تمام. كنت بعمل له الحالات بتاعت التحكيم دي انالوج، فاكر ايام الفيديو البي اتش اس، واجيب الكاميرات واجيب الحاجات دي واروح اطلع الصوره واعمل لها ستوب واعمل لها فريزنج واعمل لها سلو موشن وكده. فيعني تعاملت مع الحكام طول عمري وقعدت معاهم. يعني انا الحاجه الوحيده اللي بعدتني عن التحكيم ان انا ما كنتش حكم، لكن بتكلم في التحكيم ده قد اكون احسن من حكم بيحكم في الملعب. تمام. ورحت الاتحاد الدولي واتكلمت قبل كده على الفار مع مع مع, مع بلاتر، انا فاكر كويس في كاس العالم في جنوب افريقيا لما حصل المانيا وانجلترا، وانجلترا احرزت هدف ودخل المرمى 3 متر وما اتحسبتش، وقلت لمستر بلاتر لازم تدخل الفار او تدخل الفيديو في قرارات الحكام عشان الحكم لوحده عشان يحكم في ملعب يعني 120 متر في 50 60 متر، في حاجه تعدي عليه، لازم تعدي عليه اذا كان ملعب التنس الصغيره دي كده فيه 8 حكام بالظبط، كره سريعه والدنيا بقت سريعه والحكم لوحده ما يقدرش، الريتم بقى سريع. فانا قلت الفار ده، كلمته قلت له مش لازم الحكم يرجع للفار، الحكم الراجل اللي في الفار فوق يقول له دي اوف سايد ولا لا، ما يرجع لها ما يرجع لهاش، يكون حكم موجود معاه بقرار زي المساعد بيرفع الرايه اوف سايد. ناقصه يا كابتن شطه، خلي بالك القرار، رجل الرايه بيرفع مش بالصفر، الراجل الفار ده يقول لك والله دي اوف سايد دي اوف سايد، هيرجعها بعد 10 15 20 ثانيه نص دقيقه. ده مش يعني سهل جدا تقول والله ترجع في قرارك زي ما بترجع في قرارك. فانا اتكلمت في الموضوع ده من فتره، والحقيقه طبعا انفنتينو الحقيقه رئيس الحل الاتحاد الدولي قرر نعمل الفار ده. الفار ده انا مش عايز الحكم يجي يجيبوا له شاشه في الملعب ويروح داخل وخارج، عايز الفار ده يبقى حكم قاعد فوق صاحب قراره، ثلاثة حكام ياخدوا قرار مع بعض، يا جماعه دي اوف سايد، يا حكم دي اوف سايد، خلاص يبقى هو اللي هو اللي خد القرار. مش لازم يقول لك الحكم سيد الملعب والحكم هو القاضي، والكلام ده كان زمان ايام الكره كانت فيها بطيئه وما كانش فيه الان. الهدف الحقيقه اللي احرز في مباراه انبي ده واختلف عليه الحكام، انبي والاهلي امبارح، الحقيقه بتاع رامي بركات مش كده؟ رامي صبري، رامي صبري. الكره دي انا شفتها في اعادتين بس قلت دي اوف سايد. ليه؟ لانها واضحه جدا انه الجسم والراس ما عدا اليد تعتبر لو عدت الخط دي، طبعا عشان احسبها حكم عايز يكون فيري اكيوريت، يكون دقيق جدا بالزبط. وحكم عايز يعملها في سرعه شديده جدا بالزبط. لو حسبها اهلا وسهلا، لو ما حسبهاش يعني اعتب عليه، بس ما غلطوش ولا عاقبه زي ما انا سمعت انه عاقب. الحقيقه الحالات دي سهله جدا، انه ازاي خمس حكام بيحكموا في ملاعب خوارق. انا هسالك فيها يا كابتن شطه، الحالات التحكيميه اللي تبقى واضحه جدا وبينزلوا الخطوط وبيعملوا ومع ذلك في اختلاف في وجهات النظر التحكيميه او الحكام، هي دي بقى اللي محيراني. معناها في حكام يعني وجهه نظرهم مختلفه تماما، معناها انه دي قضايا يجب ان يكون في حاجه اسمها في التحكيم، عملناها قبل كده ميدو، كانت في حالات يجي 500 حاله حطيناها على دي في دي، كل حالة من الحالات اللي بتشوفها في المنصات دي بتعرض على الحكام، وكل حالة من الحالات دي يا حكم تعال بص شوفها معانا، الحالة دي لو جات لك في الملعب احسبها كذا، لو راسه طالع سنة سنتيمتر واحد احسبها، لو ايده دخلت في الخط لا ما تحسبهاش، الايد لا تعتبر. فالحاجات دي كلها الحكام بيعرفوها، كون الحكام يختلفوا في هذا القرار بالشكل ده معناه في خلل فكري موجود اساسا، يجب ان يعني نعيه كحكام انه نحن نعرف كويس قوي ما هو الاوف سايد وما هي الحالات اللي فيها اوف سايد وكيف يحتسب الاوف سايد، كلها حاجات الحكام عارفينها. فواضح انه كونه يختلفوا في موضوع زي دوت، انا امبارح شفت كل القنوات الفضائيه انا لقيت خبراء تحكيم بيتكلموا على الكوره انها مش اوف سايد، وهي واضحه جدا وسهله جدا انها تحدد انها اوف سايد. فارجو انه بس يعني كابتن عصام فتاح يعرفني جيدا، كان معايا حقيقه في لجان كثيره جدا وقعدنا مع بعضه، وهو عنده كل الماتيريال الخاصه بالحكام، محتاج انه
يعني يدي وقته كله في كيفية تطوير الحكم، يدي بقى خبراته، يدي الحاجات اللي احنا بنعرضها في الحاجات الفيديوهات والحاجات دي. الحاله من الحالات الصعبه يا كابتن شوقي، حاله صعبه، بس لما عملناها بالسلو موشن لا، انا قصدي على اللاين مان حاله صعبه قوي جدا. هتقول لك لو حسبها اوف سايد يبقى ده اكسلنت بالظبط، لو ما حسبهاش هنعتب عليه نقول والله الحاجات الدقيقه دي برضو حاول تمرن نفسك عليها، بس مش هنحسبها ولا هنعاتبه ولا هنقول له طب شفت الماتش بتاع ليفربول الجول اللي جابه ليفربول دي جنبيه، ده جريمه، دي جريمه. معناها التحكيم ده في حاجات بتعدي على الحكام نتيجه قرار سريع، ريفليكشن اللي بيبقى عندك مع قرارك، التركيز. لا بعدين الريفليكشن، انت عايز تاخد القرار مع الصفاره، مع كل حاجه، مع رفعه الرايه دي كلها، عايزه بيرسبشن، عايزه انسان يكون عنده قدره في اتخاذ قرار في جزء من الثانيه. بس انا الحقيقه حبيت اتكلم على الحته دي ليه، لانه التحكيم لو ما كانش فيه حكم قاعد فوق قدامه صوره وفيها سلو موشن وهياخد القرار، ما يستناش بقى الحكم ياخد، مش لازم الحكم هو اللي يطلع الصفاره ويقول لك والله دي لا، ممكن في حكام ثاني. اشمعنى المساعدين الاثنين والحكام اللي على الاجناب الخمسه دول اسمع اللي بياخدوا قرارات، ليه الفار ما ياخدش قرار؟ يعني دي حته مهمه جدا، مع ان الفار ادق واسهل وان عندك ريبلاي. بس في حاجه ثانيه، انا اتمنى انه لما يكون في فار تكون في كاميرات محطوطه في اماكن تساعد الراجل على الفار ده، انه الحالات الصعبه اللي زي دي يقدر يحددها حقيقه. اكيد الكاميرات دي مش كفايه يا ميدو، اكيد محتاجين لي، مش كفايه للتلفزيون نفسه، الحقيقه محتاجين لي كاميرات مخصوصه انها تكون موجوده للحالات الخاصه الصعبه جدا خصوصا الاوفسايد. وبعدين الكاميرات كمان يا كابتن شطه الحديثه كمان هي اللي بتخلي بتبين لك اللعب فعلا ريل حقيقي، طبعا بتبين لك سرعه اللعب. يعني الناس بتشوف الماتشات في انجلترا يقول لك ايه سرعه اللعب دي، معناها عندنا سرعه قريبه شويه، لكن الكاميرات القديمه والاسلوب القديم بيبين اللعب كمان ابطا. تعرف الاتحاد الافريقي قرر من 5 سنين انه ما فيش ماتش يذاع الا بالاتش دي ام اي، الحاجات اللي هي الايه الهاي كواليتي بالظبط. عشان كده دلوقتي مثلا في دول زي امبارح انا شفت ماتش ما اعرفش مش عارف في غينيا بيساو ولا فين، لقيت الصوره رديئه جدا. الاتحاد الافريقي قرر اللي ما عندوش القدره انه يعمل كده يخلي الشركه الراعيه انها تجيب الكاميرات دي وتحاسب البلد على هذا الموضوع او النادي. انا نفسي ياخد قرارات، فبالتالي القرارات دي موجوده بس محتاجه الوقت ومحتاجه لآليات عشان تروح تنفذها. يعني السودان دلوقتي اصبح بيسجل المباريات على الاتش دي ام اي، بس بيأجر الكاميرات منين؟ بيجيبها من مصر منين؟ بيأجر شركات تروح تصور المباراه وترجع تاني. بس احنا محتاجين، لانه مصر فيها اتش دي بس يعني مش في كل المباريات بتذاع، مش في كل الاماكن بتذاع، حاجات دي مهمه جدا حقيقة. لكن حضرتك بتحط خطوط حمراء انه ما ينفعش ان احنا نختلف على حاله تحكيميه احنا كخبراء تحكيم، خصوصا بعد ما ترجع عليها في الريبلاي بالظبط، خصوصا لما تتعدى الدنيا واضحه دي. يعني انا حقيقه انا مش عايز اقول لك سمعت 7 أو 5 6 7 حكام امبارح اصدقائي واعزائي، كنت هطلبهم في التليفون اقول لهم يا جماعه ازاي تختلفوا على 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 حاجه واضحه بالشكل ده. دي حاجه بتزعلنا احنا طبعا كرياضيين، ان الحكام نفسهم بيختلفوا في صوره معموله ريبلاي، تمام، فدي حاجه بتشتت الراي العام كمان، بتشتت الراي العام طبعا، هو مش مختص، لا والجمهور كمان اللي هيقعد ينفعل والحاجه دي الراي العام الجمهور. فانا اتمنى انه بس احنا نحاول نكون ونتقبل قرار الحكم برضه، حتى لو اكيد ياما النادي الاهلي تقبل قرارات غلط، أكيد. وياما يعني النادي الاهلي برضه في حالات جات له، ودي كرة القدم يعني. عشان كده انا بقول ان انا كرياضي او كلاعب كورة او كجمهور او لازم اتقبل قرار الحكم اذا كان بس في حاجات الصعبة زي دي، ما تجيش في حاجات سهلة زي دي ضربة جزاء ما احسبهاش، فاهم قصدي؟ بالظبط، يعني الكرة كده في ايدك رافعة كده وتضرب في ايدك ويقول لك اصل دي غصبا عنه وعلى بعد 4 5 متر، طيب ازاي هو قرارات التحكيم في الهاندبول معروفة 1 2 يجي 20 30 حالة مسجلة في جميع الفيديوهات ومعموله كماتيريال يعلم منها الحكم في 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 في, في, في الكورسات اللي بتتعمل دي، ويقول لك لا اصلها ايده جت غصبا عنه. الكلام ده حقيقه اصبح بس على المستوى الدولي برضه موجوده، دي مشكله انه حتى الحكم الدولي مش احسن من الحكم المصري. يعني في التحكيم في بعض المباريات لما يجيب حكام من بره بنلاقي برضه عندهم اخطاء، يعني والله اخطاء كبيره جدا. فنحن عايزين نبقى بس نمشي في الصح، واتمنى انه الحقيقه لجنه الحكام انها تستعين بالفار خصوصا في الدوري المصري وفي البطوله الافريقيه القادمه دي تجهز كاميرات، واتحاد افريقيا حيوافق ان شاء الله. واتمنى انه عشان الخلاف بقى صعب جدا والدوري بقى صعب، الدوري صعب جدا، فرق 3 نقاط من السابع لل 18 او ال 17 بالظبط، فدي حاجه مهمه جدا انه النقاط اصبحت مهمه، والحكم اصبح تحت ضغط كبير جدا
انه لو غلط بس في نقطه ولا فبقى يخلي فرقه من الخامس يوديها ال 18 وفرقه مثلا تكون مثلا وتتظلم فرقه وفرقه ما تتظلمش مدربين يمشوا واجهزه مدربين بتمشي وفلوس بتدفع في لعيبه محترفه ويعني بالزبط. حرام ان الفلوس دي تضيع كده بسبب قرار خاطئ لتمركز خاطئ من الحكم وعشان خاطر انه فسر اللعبه غلط التفسير او خايف والله بس هي دي نقطه الحكم برضو زي اللعيب ينزل الملعب خايف مرات يخسر وخايف من ردود الافعال لا طبعا خايف تجي له حاله صعبه يحسبها غلط تبقى بالنسبه له طبعا هتؤثر في طول ما هو خايف هيغلط يا كابتن طبعا وطول ما عارف انه فوق ما فيش لجنه بتحميه برضو حي لازم اللجنه تحمي الحكم دي اول حاجه اول هيقول لك هيوقفوني مش هيوقفوني بالظبط انا امبارح سمعت انه قال لك تم ايقاف الحكم المساعد استحاله ده لو وقفوه يبقى هيدمر حاله تحكيميه صعبه جدا وحاله كمان واضحه انها كانت اوفسايد حقيقه جت فيها حقيقه لا حضرتك يعني بتجزم ان هي اوفسايد يا جماعه واضحه جدا الصوره مبينه وفي في في في, في البوز والحاجات دي الصوره واقفه واضحه جدا ما هي مش عايزه حاجه يقول لك اصل الكوره كانت ما طلعتش اصل مش عارف الكوره طلعت بسنه كل واحد بقى يفسرها بقى اللي هو عايزه خلاص الحكم رفع الرايه حامل يرجع في قراره وممكن يخطئ وممكن ما يخطئش اكيد انا ضربت لك بمثل بالليفربول لنا البرجاوي جاب الحاله شوف اي الحاله دي عايزه يعني دي يعني وعملوا عليها دايره كمان ومع الدايره واضحه جدا يا جماعه واضحه جدا هي السوق وبعدين لاحظ حاجه انه دي ضربه ثابته الضربه الثابته يا ميدو خلي بالك بتسهل على الحكم انه يقدر ايه يظبطها لكن لو متحركه وبتحرك معاها هتبقى صعبه فيها صعوبه فانا انا بحيي هذا الحقيقه المساعد وبشكر عصام عبد الفتاح انه حقيقه راجل برضه كان واضح جدا في انه هو يعني بيقول انه دي حاله من الحالات الصعبه وحتى لو حكمها حسبها او لم يحسبها انا ما اعتبش عليه بالزبط. وطلعها يعني كارثه من الكوارث بالزبط. بس طبعا انا بحيي الحكم المساعد ده تمام كابتن شطه النادي الاهلي الفتره الاخيره انا برفض ان النادي الاهلي وقع وان النادي الاهلي لا وباعد والكلام ده كله اي بطل او اي فارس بتجيله شويه كده يعني ممكن نسميها ايه نسميها في كره القدم عندنا بتمر في الحالات دي بتبقى في فتره من الفترات بيحصل فيه انخفاض المستوى نتيجه تعاقب الاجيال التسليم والتسلم والظروف الخارجيه الاصابات الظروف الخارجيه بتاثر كتير جدا الفكر التدريبي انخفاض في المستوى ده يعتبر طبيعي لكن دايما بترجع بسرعه ليه لما يكون فرقتك كامله ما فيش اصابات ما بتجيش عليك حاله من الحالات النادره جدا انه فرقه صافيه 12 لعيب اساسي بعدين غيابات ايه مش اسبوع ولا اسبوعين في ناس دخلت في السنه فحقيقه انا قالوا لي صحيح النادي الاهلي معمول له عمل انا قلت لهم يا جماعه معلش هنا نكون واقعيين يعني انا امبارح محمد هاني اتعور صح مش محمد هاني امبارح خرج تقريبا محمد هاني يعني خرج في اصابه خفيفه انا طبعا عمري ما هخش في متاهات بالشكل ده لكن انا بقول النادي الاهلي انه الاصابات دي نتجت اغلبها من الـ من الـ من الـ الاحمال الزائده نتيجه بتلعب كل 72 ساعه مباراه ده حمل زائد يعني غصبا عنك وبعدين ما فيش حد في الدنيا ما تجيبليش حد تقول لي ده بتاع احمال ومقنن احمال يقدر يقنن لك ازاي لما تلعب ماتش كل 72 ساعه ايه التدريب اللي هتاخده والاستشفاء هي حاجات معروفه وعامه جدا اللعيب بعد ما يخلص الماتش بيخش على بيعمل استشفاء بيخش مختص بيتعمل له تدليك طبعا. بياخد حاجات معينه اذا كان فيها املاح بالزبط. عشان يعوض وحاجات ده بالزبط. وبعد كده انت ورزقك انت وعند قدرك اما البنيان الاساسي للعيب المصري عشان يلعب 72 ساعه طيب. ميسي بيلعب بقى له 10 سنين اتعور مره واحده او مرتين بالظبط عشان انا محتاج برضو كمان من دلوقتي اسس البنيان عندي في الناشئين انه اللعيب يلعب مش تجهيز العضلي انا يهمني الاعداد والاحمال تبقى في المراحل السنيه اكتر من المراحل العاليه طبعا وانت كنت ناشئ ولعبت كوره كابتن شطه في موضوع عارف انا بحب اتكلم فيه لان القاعده الناشئين في مصر انا حاسس انها مهمله اهمال كبير جدا عندنا مواهب كبيره جدا وكتيره جدا وفي نفس الوقت ما بتلاقيهاش بعد كده دي نتيجه اهمال تدريبي نتيجه زي ما حضرتك بتقول مفيش تاسيس اصلا نتيجه الفكر اللي بيضغط على المدربين ان هو عايز يكسب باي شكل من الاشكال وخلاص ايوه فانا احمس اللعيب ان هو يكسب اكتر ما بهتم بيه فنيا وجسمانيا ان هو يبقى حاجه بعد كده فطبعا موضوع سيبني انا اكلمك على حاجه بس عشان انت ده موضوع في منتهى انا مسكت الاتحاد الافريقي ده 17 سنه
مسؤول عن تطوير اللاعب من جراس روتس البنية التحتية البرايم إلى أن يصل إلى مرحلة المنافسة أو جميل. الأداء. يعني هي أنا شايف إنه مش هتكلم عن النادي الأهلي، النادي الأهلي يعتبر من أفضل الأندية اللي فيها قطاع ناشئين، لأن أنا جبت الاتحاد الدولي وجبت الاتحاد الأوروبي وجبت الاتحاد الأفريقي في أكاديمية النادي الأهلي أو في قطاع الناشئين بالذات. تمام. يعني تمام. هي كانوا منبهرين جدا. إحنا عندنا زي أياكس وزي برشلونة وزي مانشستر يونايتد، بالعكس عندنا كمان عدد مراحل سنية أكتر، عندنا حياة بنت، بس ما عندناش برامج. ما عندناش برامج، ودي حاجة مهمة جدا. خلي بالك أنت أدرى مني بالحاجات دي، لأنه برامج دي من خلالها البرنامج ده ما عندناش توحيد برامج لقطاعات الناشئين. يعني العشر سنين والاثناشر سنة والاربعتاشر والستاشر سنة ده ياخد ايه وده ياخد ايه وده ياخد ايه وده ياخد ايه، برامج بتكون مبنية بحيث ان اللعيب يطلع شو. انا بقى البرامج دي موجودة، اتمنى انه اذا كان النادي الاهلي عايز يستعين بها والاندية والمنتخبات عايز يستعين بهذه البرامج، موجودة لانها موجودة في كتب اوريدي موجودة عندي، وانا اتمنى انه ان شاء الله قبل كابتن فتحي مبروك وديها الكتيب المخصوص بكيفية اعداد برامج للناشئين من خلال الاعداد دي، مهمة جدا توحيد البرامج وتوحيد الفكر. هو الفكر وبعدين العنصر البدني، ياخده في 14 ولا ياخده في 16 بالزبط. ولا ياخده في 12 بالزبط. وياخد في 12 هل ياخد جيمنيزيوم، هل ياخد احمال بالزبط. هل ياخد بالزبط. قوه في الاول بالزبط. كل الحاجات دي ما عندناش. المدرب بيشتغل عندنا في الانديه كلها من خلال فكره هو بس بالزبط. والدورات اللي بياخدها دي كارثه يا كابتن شوقي، ودوره 15 يوم مش هتخليك تاخد، لازم تاخد خبرات متعاقبه بسنوات مختلفه. فانا بقول انه برضه يبقى انت عندك التالنت يا كابتن شطه نفسه، ما التالنت دي بقى دي نادره قوي انت تلاقيها. التالنت يعني دي لازم تمسك فيها وتكلمش فيها. ميسي لما لقوه كويس خد حقن وخد حاجات لحد ما عملوه وبنوا جسمه، ده كان قصير جدا ما اعرفش كده انت عندك، ممكن حد يقول له لا ده مش هينفع ده شكرا ده ده, ده 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 كان ممكن بكل سهوله اي مدرب يمشيه. فانا بقول يعني احنا كمدربين في قطاعات الناشئين اتمنى انه النادي الاهلي بالذات يعني يضع برامج للقطاع الناشئين تكون معروفة وتكون محفوظة، لأنها هي أساساً الناشئ محتاج لها طبعاً. عشان لما يطلع ناشئ عندي يطلع مؤسس تأسيس كويس أكيد. يقدر يلعب ثلاث ماتشات في 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 يكون فاهم في كمان في الشهر أو أربع ماتشات في الشهر، ويكون فاهم كمان ويكون عنده خبرة عن كيفية تدريب هذا بالضبط الناشئ بالضبط، لأنه تدريب الكبار غير تدريب الصغار طبعاً، حتى مهمة جداً طبعاً. الحمد لله غيرت الواحد يعني هو اشتغل في الفترة دي فترة طويلة، لكن فترة التطوير والدورات اللي خدتها مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الفيفا هي خلت الواحد عنده خبرة كبيرة جدا في المواضيع دي، عشان نحاول احنا برضو نديها للمنتخبات وللأندية عشان يستفيدوا منها يا ميدو. والله يا كابتن حضرتك بتتكلم في الموضوع ده، أنا بقول لحضرتك أنا بحب أتكلم فيه لأنه موضوع مهم قوي للكرة المصرية والكرة العربية عموما. احنا لو نهتم بقطاعات الناشئين زي دلوقتي لما بنشوف اكاديميات سباير في الدول والامارات والمهتمين بقطاعات الناشئين اهتمام بالغ. انا البرامج دي موجوده بالظبط. سباير ده عارف فاتح اكاديميه في السنغال في دكار، وانا رحتها ولقيت الراجل اللي بيجي هنا بيدي في سباير بيروح يدي هناك في دكار، بينفذ نفس البرنامج بينفذ نفس البرنامج وبياخد لعيبه تالنتد يحطهم فين في هذا السنتر طبعا، ويديهم البرامج والتدريبات وانا حضرت معاه اكتر من مره. فبالتالي دي احنا محتاجين لها عشان تطلع ناشئ على الاقل تطلع ناشئ يعوضك عن انك تشتري لعيبه من بره بهذا الكلام. وانت عندك كابتن عندك التالنت نفسه موجود كتير جدا في مصر، موجود النادي الاهلي عنده افضل لعيبه تالنت اللي شوف اللعيبه وهي صغيره كابتن شطه تقعد تقول ايه ده ازاي اللعيبه دي كده ما بتلاقيهمش بعد كده اختفوا. دي نقطه مهمه جدا. انت عارف فاكر كورفر طبعا؟ انا كورفر طبعا الماتيريال بتاعتي كلها عندي كل الشرايط اللي عاملها اللعيبه الصغار اللي كانوا موجودين وكانوا ايه بريليانت طبعا. اللعيبه دي نصها مش موجود خالص، الوحيد اللي شايفه دلوقتي غير اسمه ايه ده موجود يعني بيلعب لحد دلوقتي عنده حوالي 32 سنه. عفروتو قصدك؟ عفروتو كان منهم وبعدين اسمه ايه مين كان بدر رجب كان طلع ثلاث اربع لعيبه منهم بدر كمان حاجه جميله. ما هو كان وقتها شغال مع كورفر فاللعيبه دي اختفت، اكتر من 28 لعيب كانوا محطوطين في الاكاديميه كتير طبعا ليل نهار يتمرنوا طبعا. فجاه ما لقيتش نص اللعيبه دي راحت فين ولا ربعها، والله العظيم حاجه غريبه جدا. حتى الربع ما لقيتوش بالحلم اللي كان بيحلم بيه كورفر نفسه انه اللعيبه دي هتطلع حاجه كبيره جدا. بقول لك اللعيبه دي كان ممكن تبقى لو اهتموا بعد المرحله اللي ماشي فيها كورفر الناس ما كملتش البرنامج اتقطع البرنامج فجاه اول ما كورفر مشي. لكن بقى علي خليل وبدر رجب دلوقتي في الامارات
بيعملوا نفس الفكر. اشتغلوا بها ايه، طلعوا لعيبه في الامارات، وحاجه يعني متميزه جدا من البرامج دي. لازم تنفذ هذه البرامج كلها، لانها ما تقللش من قيمه هذا الرجل خالص. ده كورفر ده عبقري خالص، ده تزود من قيمتك كمان ان انت تبقى عندك. هي مش قران، هي البرامج مش قران، طبعا مفيش ثوابت عموما في الرياضه، بس انت قيمتك انت كمدرب ان انت تضيف للحاجات دي، تتعلم منها وتضيف ليها كمان، تطورها. لازم عارف التطوير ده ازاي تطورها، ده السؤال اللي المفروض تخلي المدرب يتعلم من خلاله. الله يا كابتن. لا دي حاجه ممتعه، الناشئين ده شغلانه جميله، ممتع. وانت كمدرب كمان لما بتبدع في شغلك انت كمان بتحس ان انت طالع لعيب، تلاقيه بقى لعيب بريليانت ستار كده، هتحس انك انت ايه طبعًا. سعيد بيه جدا طبعا. يعني بس للاسف يا كابتن شطه في ناس ما بتحبش المدرب ان هو يبدع، بتقطم وتقطع في المدرب ان هو يبدع. وفي مدربين، انا بكلمك بمنتهى الصراحه، انا عارف حضرتك صريح جدا وبنتكلم في المصلحه العامه، مع احترامنا لكل الاشخاص، وفي مدربين بيستخسر ان هو يشوف لعيب كويس، هو بقى عايز اللعيب يكسب. انت لا، انا عايز اعملك انت كلعيب، ما انا كده كده هكسبك في الاخر، وكده كده هطلع قاعده كبيره جدا للنادي، هيقولوا ده كابتن شطه هو اللي عمل. لكن انت لما تجيب لي كاس او كاسين او تجيب لي حتى 50 كاس وما تدينيش 3-4 لعيبه في الاخر، انا هعمل ايه بيك؟ الصالح سليم مره جمعنا الكابتن صالح الله يرحمه، جمعنا مدربين احنا وقتها، كنت انا وصفوت ورمام ومختار ومحمد، مش عايز اذكر لك الاسماء. قال انا بقول لك اهو، ما حدش يجي يقول لي كسبت 25 و30، انا عايزك تطلع لي لعيب واحد يلعب في مرحله اعلى، هو يكون عنده 14 يبقى يلعب 15. انا كده اقول لك انت نجحت بالزبط. ما تجيش تقول لي كسبت ما اعرفش 15-0 وعايزني اقلل لك بالزبط. يا فرحتي، ما انت برضه انت احسن من الناس دي، ما لازم تكسبها. فالمنطق انك انت ما تبصش للمكسب، تبص على كيفيه اللعيب ده بينمو، كيفيه انه بيتطور بالزبط. دي نقطه مهمه جدا بالزبط. الحقيقه بالظبط. موضوع حلو جدا يا كابتن، موضوع بسيط، حلو فعلا. نعمل له حلقات وحلقات لو عايز. فعلا احكي لك على موقف بسرعه جدا. كنت انا ماسك في ناشئين احد الانديه، وبعدين انا اللعيبه كان عنده 15 سنه، وشايف اللعيبه دايما على اللعيبه حلو قوي، شايفهم بيبصوا في الارض مش رافعين عينهم فوق. يعني في معظم الاوقات انا عايزه رافع عينه فوق زي ما بشوف اللعيبه كده، اسد ماشي شايف هو باصص فوق لكن شايف كل اللي حواليه. فانا قعدت افكر طب اعمل ايه، فروحت رايح انا في مصنع حد صحابي كده، وقلت له اعمل لي شرايط تتربط في الدماغ كده الوان، اعمل لي 20 لون ازرق و20 لون احمر و20 لون ابيض، اعمل لي كده مجموعات شرط. فمش عايز اقول لك كميه الاستهجان اللي انا خدتها. لا 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 والله. انت ازاي كده؟ قلت لهم يا جماعه انا عايز، انا هعمل كده، وانا عارف اعمل كده ليه. لما لبست خلاص قلعت الولاد القمصان، استغنى عن القمصان خالص ولبسته الشريط، فبدا اللعيب عشان يشوف زميله يعمل ايه هيضطر يبص مره في مره ويرفع راسه. اتعود يا كابتن، وفرقت معايا مش عايز اقول لك مثلا 300%، ان اللعيب بقى ماشي دلوقتي متعود ان هو رافع راسه فوق عشان يشوف زمايله. ايوه، مش باصص في شرابه، مش باصص في شورته، مش لا، باصص في اعلى حاجه عشان يفوق، عشان يرفع راسه. برافو عليك، يشوف كل اللي تحت حواليك. لكن لو هتبص تحت مش هتشوف فوق. ده الحل الوحيد، صدق اللي عملته ده يمكن احسن حل عملته. ما انا بقول لك، والا ما كانش عمره هيرفع راسه بالظبط. ضحكوا عليك، شفت ازاي؟ ما الناس ما الاخر سقفوا، الناس مش عايزه الاخر سقفوا. فانت لازم هتتحدى حاجات كتير جدا عشان توصل. لازم كل المدربين يعملوا كده يا كابتن، يفكروا ويتحدوا ويشتغلوا ويدوروا. حضرتك عندك برامج، يعني انا مش هسيبك بصراحه غير لما اشوف البرامج دي. لا حاجات كتير، موضوع حلو قوي. لا موضوع كويس قوي. وبعدين احنا برضو يعني محتاجين ان برضو اللعيب اللي هو لازم يتعمل له حاجه اسمها باسبورت. تمام. باسبورت يعني اللعيب ده عنده 12 سنه، خد ايه، عمل ايه، خد ايه كذا، بالظبط، اتنقل في المرحله اللي بعديه بالظبط. يعني زي 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 فايل متابعه بالظبط، بيسموه الباسبورت. زي اللعيب لما يتنقل من نادي لنادي الباسبورت بتاعه يبقى عرفته مثلا. انت بقى تشوف بقى المرحله السنيه كان كويس، زاد قد ايه، الحاجات دي ما عندناش. ورسم بياني وتطلع والحاجات دي، وتعرف انه ليه مستواه بيهبط، وبعدين ليه مستواه بيطلع تاني. ومره تلاقيه بقى زي ما انت قلت كده مكسوف. مرحله البلوغ دي كمان فيها حاجات كتير قوي، البيوبرتي دي دي حته مهمه جدا. مرحله البلوغ دي مهمه جدا متابعتها بالنسبه للمدربين. لازم المدرب يا كابتن. طول عمري بقول نجاح المنظومه في المدرب، وطبعا اللي بيختار المدرب. كلامك صح، والمدرب برضه لازم يطور نفسه كمان، معلش لازم ياخد دورات ويقرا كمان، ويفتح النت ويقرا. الدنيا مليانه الثقافه الكرويه التدريبيه، وكمان الثقافه العامه كمان مهمه جدا. وبعدين يكون 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 برضه كمان يعني معلش يكون متعلم، معلش لازم. انا بقول الثقافه العامه. زمان 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 كان في الحقيقه بيدربونا ناس، مش عايز اكسر اسمها، كانوا الخبره. لكن دلوقتي بقت علم، لازم تقرا
عشان تعرف بالظبط انت محتاج ليه واللعيب ليه مرات بيبقى مكتئب وليه مرات بيبقى كويس ظروفه العائليه. انت عارف القصه دي طبعا، مش عايزين نتكلم عنها. طبعا طبعا مدرب كل حاجه. كل حاجه كمان الولد بيرتبط بمدرب في كل حاجه. يعني انا اسف ان احنا خدنا وقت طويل لكن الموضوع مهم جدا يا جماعه، ودايما بتكلم فيه خصوصا لما يكون معايا ضيوف بحجم الكابتن شطه كده، حاجه مميزه جدا. ان شاء الله يكون في مصلحه ان شاء الله باذن الله. اي وقت اي حد محتاج لحاجه احنا لازم نساعد. النادي الاهلي ده بيتنا ولازم نكون دايما متواجدين في كل فتره نحتاجوا فيها الحاجه احنا متواجدين الحمد لله. يا رب يا رب. اللي صرت يا كابتن شطه شايفه لغايه دلوقتي ازاي؟ مع ان انا ما بحبش احكم في التجارب في المبدا، يعني لسه كم ماتش احنا لعبناه، لكن بيبقى في نظره كده لخبراء زي حضرتك كده في شخصيه مدرب او شكله في الملعب. والله انا في الاول قلقت منه لانه السي في بتاعه ما عجبنيش، بس ده ما يمنعش انه احنا قبل كده السي في بتاع هيدوكوتي لما جه كان بيدرب في فورنتينا وفي انديه ايطاليه ما كسبش حاجه. مانويل جوزيه. مانويل جوزيه طبعا انا جاي لك هيدوكوتي. من هيدوكوتي شوف طبعا هيدوكوتي لما جه مع النادي الاهلي كان في التلامذه دي اللي كان فيها اذكر لك جيلنا كله طبعا حقق نتائج مبهره. ليه؟ عرف يطبق. قول لي الجيل يا كابتن نفكر الناس طبعا. لا عندنا حسن حمدي والخطيب وكرامي وسيد طلع عبد بتتكلم فيها يا كابتن شطه واحمد عباي وفتحي مبروك وفتحي مبروك وبعدين طبعا مختار وطاهر الشيخ وصاد عبد الحليم الله يرحمه وجمال عبد العظيم وانا وشريف عبد المنعم ومحمد عباس والخطيب وزيزو. الله. يعني جيل حقيقه يعني لما جيل هيدوكوتي. وبعدين بص اقول لك فرقه ثانيه مشيت مشير عثمان ومحمود رشدي وعادل الجمال ومحمود عبد الحي وسمير حسن عمالقه. دول كانوا عمالقه. هيدوكوتي لما جه لا قدامه بقى ذخيره من اللاعبين زي ما جوزيه استطاع من خلالهم عمل فرقه عدت عشرات السنين وهكذا الحال. فرقه واسلوب وطور وما كانش ليه اسم. انا بقى لما جه لزارة الحته دي قلت النادي الاهلي اصله في محنه مش ما عندوش وقت يجيب يجرب ممكن بالزبط. المدرب بقى. لكن النادي الاهلي ساعده جدا خلاه جاب بقى ايه خلاه جاب لعيبه. النادي الاهلي جاب له لعيبه وجاب له احسن لعيبه فبالتالي دلوقتي بقى عنده القماشه يشكل زي ما هو دلوقتي هو ماشي كويس. ورينا بقى انت تعمل بس إيه؟ لازم يعرف هو يكون عارف الاسباب اللي مخلي النادي الاهلي في الشوط الثاني بيحصل له انخفاض في ادائه. هل هي لياقه بدنيه؟ هل هي خوف من الاصابه؟ هل هي عقده؟ هل هي لازم هو يكتشفها؟ لان هو دلوقتي الحمد لله حقق 3 انتصارات ماشي كويس جدا وعنده برضو ايه استطاع يوظف اللاعبين توظيف كويس. عنده لعيبه بزغت يعني هي عنده لعيبه دلوقتي بتلعب كويس قوي في اماكن كتير قوي. عندك ناصر ماهر استعاد ثقته وعندك جاي حقيقه يعني وعندك حقيقه محمد هاني ماشي كويس. ايمن اشرف جيراردو جيراردو برضه هي لعيب كويس قوي حقيقه يعني. عندك علي معلول رجع وحنفي فتحي هيرجع. لا انا بقول لك هو دلوقتي الظروف هتساعده. اتمنى انه برضه نخلق منه جوزيه او هيدوكوتي جديد عشان يكمل لنا 10 سنين قدام باذن الله او 5 سنين او 3 سنين ونتخطى هي المرحله هي الحرجه اللي احنا فيها دي. يعني قبل ما اقول لحضرتك لسارتي عمل ايه امبارح ولفت نظري كنت بتفرج على المباراه امبارح في الملعب، عايز اعرف راي حضرتك في جزئيه انخفاض المستوى في الشوط الثاني اللي حضرتك اتكلمت فيها. ما هي دي يا بيدو حاجه من اتنين، يا اما خوف من الاصابه. المدرب نفسه كش. انا شوف انا فاكر كويس قوي لما كنا نكسب 2-3-4 انا المدرب برا قاعد اذا كان هيدوكوتي او اذا كان المدربين التانيين لازم تخش تجيب اهداف تاني ولازم تكمل المباراه ولازم مش شايفه عنده مش عايز يدفعهم خايف الاصابه خايف حد يتعور له دي كشاش عايز مش عايز ممكن نقول مش عايز يطلع كل حاجه دلوقتي لا لا مثلا لا لا عايز لا انا عايز يطلع كل حاجه دلوقتي عشان برضو يا ميدو انا عايز الناس اللي بره دول يعرفوا النادي الاهلي ايه هو ده النادي الاهلي اللي جاي ما حدش يقلل من قيمته ولا ما حدش بعد كده يتعمل له حساب. فانا كنت اتمنى كسبنا 5 نزود على الاقل بس الكشاشان ده امبارح برضه حصل ريلاكسيشن بعد 2-0 قوي اللعيبه نامت قوي. هل ده محتاج لقائد في الملعب انه لازم يرفع من اداء اللعيبه؟ يعني انا فاكر كويس قوي لما كان حسن حمدي يحس انه واحد بس بدا ايه ما يمسكش اللعيبه اللي قدامه تلاقي حسن حمدي صوته جايب مش عايز اتكلم او الخطيب من قدام او مثلا الاقي اللعيبه بتكلم بعض. الحته دي مهمه جدا ليه؟ لانه محتاجين احنا لما يحصل اي نوع من نفوق الدنيا لازم التفويق بسرعه. احنا كلنا لعيبه كوره وعارفين كويس ازاي. انا كنت يعني لما ما الاقيش طاهر الشيخ او صفا عبد الحليم او مختار ماسك حد كنت بقول او ده انا بزعق في زميل ليا وعارف انه هيتقبل مني لان انا اوريدي ماسك حد وهو اوريدي هيمسك حد فبالتالي الحاجات دي مهمه جدا ما بسمعهاش في النادي ما بشوفهاش. يعني حسام عاشور ده انا اتمنى انه
اسمع صوته في الملعب. ده قائد كبير ولاعيب وصل 500 مباراه. دي حاجه ريكورد. فاتمنى انه في الملعب الاقي وحش. محتاجين اللعيبه دي دلوقتي. محتاجين ده لانه حقيقه الجمهور بيعمل كده يا كابتن شط. الجمهور طبعا بيفعل الجمهور ده. احنا برضو كمان عندنا مشكله الجمهور ده، لازم نحطها كسبب اساس. اتكلم معاك فيها. 120 الف واحد كانوا بيقعدوا يخشوا الملعب يتفرجوا علينا. اتكلم معاك فيها لان جزئيه مهمه جدا. لكن عايز اقول لك لاسارتي عمل ايه امبارح، وعايز اقول للساده المشاهدين لاسارتي عمل ايه امبارح. لاسارتي امبارح جه على النادي الاهلي ضربات ثابته كتير يا كابتن شط. شفتها. هو قال في كورتين اتنشن. الكورتين دول جو منهم جونين، الكورنر اللي جاب الهيد والفاول معقولة في الاخر. والله العظيم هو قال في الكورتين دي، الكورتين دول قال فيهم اتنشن بصوت عالي جدا. عايز انا واقف قريب منه عايز اقول له يعني خلي حد يقول خلي بالكو. اللعيبه عارفه التاشر برضه. انا لا لسه مش متعودين على نغمه صوت. ممكن صح، وممكن ما سمعوهاش. فخلي بالكو معروفه قوي، لكن التنشن دي ممكن تروح في لا ممكن في الرجلين. ممكن التنشن. انا لسه مش حافظ التون بتاع صوتك. كلامك صح، لانه خلوا بالكو دي للمجموعه. التنشن دي ممكن يكون بيكلم مثلا لحارس المرمى او في العموم. واضح ان الحته دي مهمه جدا، عشان كده بقول لك المدرب لازم يوقف صوته ده يسمع اللعيبه كلها. لكن يا كابتن احساسه بالخطوره حلو قوي طبعا كمدرب. ان انا حاسس ان في حاجه هتحصل في الكره دي. هم مرتين يا كابتن جم منهم الجونين، الكورنر والضربه الثابته بتاعت رامي اللي كانت اوف سايد. عندي ده احساس كمان بالظبط. شوف يا ميدو، انت بتتكلم في التدريب ده اصل برضه يعني في مدربين صوتهم على طول عالي. يعني انا فاكر طه بصري ده الله يرحمه ما كانش صوته بيعلى، ومع ذلك كمدرب جيد جدا. بس في اوقات انت لو ما طلعتش وقمت كده صدقني محتاج لانك انت الفرقه تفوق. لا بس كان معانا كان كابتن طه بصر الله يرحمه وكابتن يحيى اسماعيل الله يرحمهم، كان معانا كابتن خالد متولي اللي هو مسك انبي في الفتره الاخيره، كان بيقف على الخط وحش، كان معاه كان بيساعده يعني بالزبط. طيب انا بقول لك انا محتاج المدرب اللي هو ما كانش وقف وصوته عالي اللي ما تتحركش يعني خصوصا مع التعب ومع حتى الفرق الكبيره كابتن شطة طبعا محتاجين تفويق. ايوه حتى اللعيبه الكبيره. بص يعني انا ليفربول مثلا يورجن كلوب مرات تحس انه كده بينفعل، مرات ما بينفعلش. انا عايز اقول له لا يا يورجن كلوب، انت لازم تحسن اللعيبه مرات، اللعيبه يعني لازم تقوم واللعيبه تشوفها انك انت زعلان من الاداء. لازم اللعيبه تشوف المدرب بيعمل كده، ومش المساعد كمان، عايزين المدرب نفسه. فدي حته مهمه جدا ان هو لازارتي كونه حس بالخطوره دي وقف كده. اتمنى انه كان يوقف برضه للعيبه، ولما اللعيب برضه مستواه يهبط سنه يتشجعوا ويعني ويدفع للعيب انه يتحرك. اللعيبه برضه الخطورات اللي بيحس بيها دي يقوم يطلع وصوته يعلى. الحاجات دي مهمه جدا. وحتى انا اتمنى انه يخليه برضه يوقف محمد يوسف، عشان محمد يوسف برضه ممكن اللعيبه بقى ياخد منه التعليمات زي ما انا كنت بعمل مع آلان هارس. بتفضل المدير الفني يقف على الخط ولا المدرب العام؟ ايوه مدير فني افضل لانه الحقيقه اللعيبه لما تشوف المساعد ما بيبقاش مقتنع. وعمل حاجه كمان يا كابتن شطه برضو اقول لحضرتك عليها امبارح، صلاح محسن لما نزل لسه صلاح طبعا راجع من الاصابه، فضيع عايز يجيب جول فضيع جول. هو فضل يزعق له مش عشان ضيع الجول، عشان يرجع بسرعه. خلاص ارجع بسرعه والعب. ايوه انسى. دي حاجات مهمه جدا في الناشئين بنعملها عشان اللعيب لسه بيتعلم. ما تفتكرش اللعيب هو كبير يعني خلاص. اللعيب مرات بيلعب الكوره، لا لما تنبهه هتلاقيه رجع بسرعه برضه. بالظبط. يعني برضه المدرب لازارتي ده واضح انه بدا يتاقلم ويعرف ازاي اللعيبه المصريين محتاجين لانك تكلمهم على طول. انت عارف المحترفين بره غيرنا اكيد، فبالتالي عارف شغل محتاجين على طول تفكر اللعيب يرجع. يا معلول كمل، يا مش عارف ارفع. انت عارف مرات تقول للعيب ارفع انت اللي بتقول له، ومفروض يبقى عارف هيرفع امتى. فدي حاجات مهمه جدا للمدرب، وانا بتاكد ان هو هيتاقلم ان شاء الله. بس انت محتاج لمكسبين تاني، وخصوصا الماتشات الكبيره اللي جايه دي الصعبه دي لو تخطاها الحقيقه الحمد لله ان شاء الله. انا متاكد انه النادي الاهلي ده هينافس على الدوري بشكل كبير جدا. احنا لسه قريبين جدا يعني، ما ابتعدناش خالص. والناس عماله تقول لك النادي الاهلي خلاص فقد، لا النادي الاهلي عنده قدره انه ياخد الدوري. وانا بقولها هنا من المكان ده، بس ان شاء الله بس اللعيبه تكمل الاداء وتستمر، والمدرب برضه يعني يوقف اللعيبه كلها على رجلها. وعندك اصابات راجعه، عندك حمد فتحي راجع، وعندك اصابات كتير قوي يا كابتن، عندك ناس راجعه كتير يعني. الفرقه كلها اتصابت كابتن شطه. صدق دي بقول لك يعني، بس انا بقول لك ده يعني حاجات انلاكي نتيجه امور حقيقه خارج عن ارادتنا. وما فيش حد يقول بقى ده مش عارف ايه، واحد اصل في حد قاري عليك ايه ومش عارف ايه الكلام اللي هو بيتقال ده. ميدو ما ينفعش. النادي الاهلي قادر على انه يرجع تاني، والنادي الاهلي اصابات حصلت
بشكل غير طبيعي. دي حاجه حقيقه ظاهره بس اغلبها راجعه للريهابيليتيشن، ازاي انت بترجع اللعيب وازاي اللعيبه بتصاب. والاصابات الحقيقه دي كلها اصابات عضليه، انا مش شايف حاجه غير 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 جنر اجاي واسمه ايه تاني ورامي ربيعه مش كده، ورامي ومحمد محمود. محمد محمود ده تمزق، ده رباط صليب. اخ صح رباط صليب. يعني دي حاجات، الحاجات دي انفورشن، حاجات يعني حقيقه بعتقد انها انلك يعني. لكن النادي الاهلي يعني محمد محمود لسه كان جاي، انت تعرف ان انا نفسي في مره طلعت قلت يا جماعه ده يعني هبدا اصدق ولا ايه بقى اللي هبدا اصدق؟ لا والله ما في القران والكلام ده كله انا تقعد تكلم. لا بس الحسد موجود، الحسد موجود يا ميدو موجود. وبعدين حجم الاصابات يا كابتن، الفرقه كلها تتصاب، الحسد موجود. لا وفي وقت ايه انت ما بتلحقش، ما بتلحقش. ف لا لا ان شاء الله باذن الله ربنا يعوضنا. ربنا يستر، ربنا يستر. ضغطه المباريات يا كابتن شطه، وحضرتك قلت ان اللعيب المصري عموما مش مؤهل ان هو يخوض مباريات بضغطه ماتشات كل 3 ايام ماتش. لا لكن النادي الاهلي بمجموعه اللاعبين اللي هو فيها بحاله الاحترافيه اللي هو بيعيشها من سنين السنين، هل هو قادر ان هو يتحمل ضغط المباريات خصوصا ان هو متعود على كده؟ والله في ناس كمان عايزك تلعب كل يوم، خلي بالك. لا يعني في ناس مش يعني مش صعبان عليهم كل 3 ايام، ده عايزك تلعب كل يوم. شوف يا ميدو انا بقول لك الحقيقه، هو طبعا عشان كل مباراه يلعب ناس ويشيل ناس عمليه صعبه، لازم الفرقه تبقى عندها قوام ثابت، لازم يكون في قوام ثابت بالظبط، ولازم يكون احلال وتجديد في اضيق الحدود، بحيث انك انت اللعيبه اللي بيتعب قوي تريحه امتى. زي انا الحقيقه امبارح كنت شفت برضه امبارح عمل حاجه كويسه قوي، انه يعني خرج بعض اللعيبه اللي كانت يعني حاسه انها لعبت ماتشين ورا بعض بالظبط، بحيث زي تقريبا السوليه ده. انا كنت سعيد جدا انه غيره، حتى كمان خد انذار كمان عشان فهو طبعا انا عايزه يبقى الاساسيين موجودين. النادي الاهلي طبعا عنده عدد كويس من اللعيبه، وعنده عدد يعني حتى كمان تحت الناشئين موجودين بيسندوا. فانا اتمنى انه الحته دي حقيقه نتغلب عليها، انه اللعيبه هتستمر تلعب لمده شهرين كده، كل 72 او كل 80 ساعه هيلعبوا لهم مباراه، يعني معناها هيلعب 3 مباريات او خمس مباريات هيلعبها او 6 مباريات في الشهر، يعني عدد كبير جدا الحقيقه. فانا اتمنى انه يعني اللعيبه يكون في طبعا روتيشن كويس، بحيث انه اللعيبه اللي ما بيلعبش ده لازم يتمرن كويس، لازم يأدي باخلاص في التمرين، لانه هيجي يلعب هيلاقي نفسه بالزبط اساسي بالزبط في لحظه من اللحظات. وهو محتاج، النادي الاهلي محتاج لكل لعيب، بحيث انه لما اهو عاشور دخل، بعد كده هيخش، بعد كده احمد فتحي، بعد كده هيخش وهكذا. واتمنى انه كمان الفتره اللي جايه دي برضه يشرك شريبي كرامي، عشان برضه حراسه المرمى محتاجه، لانه لازم يكون في يعني طبعا الاثنين حراس جاهزين. لازم الاثنين الحراس بالذات، عشان ماشي كويس الحمد لله دلوقتي، بس اهم حاجه يكون برضه في الحارسين التانيين الموجودين دول، على الاقل يلعبوا ماتشات وديه على الاقل موجوده. بعد الماتش يعمل ماتش. انت بتلعب النهارده، هتلعب كمان 3 ماتش، هتلعب كمان 3 ماتش. الماتشات الوديه اللي ما بيلعبوش. انت خلي بالك برضو مشكله الملعب، مشكله التوقيت، لكن انا معاك جدا ان لازم نعمل ماتشات، لازم يلعب حتى لو تقسيمه قويه او اي حاجه. المهم زي ما انت قلت كده، المباريات ضغطها هتبقى مشكله، اتمنى انه الاصابات ما ترجعش تاني نتيجه، واتمنى انه يكون عرفوا دلوقتي الاستشفاء والحاجات ديت. انا شايف في اخصائيين جايين موجودين وخبراء جايين عشان يرضوا يتابعوا الاصابات دي بالظبط، خصوصا انا سمعت ان الدكتور احمد عبد العزيز جاي، انه هيبقى في لجنه كده طبيه مشكله الحقيقه حتى هتراقب الاصابات وكده والتاهيل بالذات والحاجات دي. وبعدين كمان بنشيله دلوقتي في المدرجات بتاعه ملعب النادي الاهلي تقريبا حاجات للاستشفاء وجيمنيزم خاص وحاجات اجهزه جديده. الحقيقه دي حاجات كلها هتساعد برضو تخلي الفتره اللي جايه دي فتره عصيبه. وبعد كده انا اتمنى من النادي الاهلي من السنوات القادمه ما يشتركش في بطولات كتير، يشترك في بطوله واتنين بكتير. ما هو كابتن اصل هقول لك الحاجه، هو اكيد حضرتك طبعا نجم كبير وعارف مفيش بطوله تنفع من غير النادي الاهلي، عشان كده انت مش عايز تشارك، لكن انت بيجي لك لازم تشارك. يعني لما تلاقي حد يا جماعه اصل انتوا مش هينفع ما تشاركوش والبطوله تنجح اساسا، خلينا نتكلم. ليه طب اشارك واتعور لعيب تاني؟ ما بقاش مزاجك، ما بقاش مزاجك. خلاص يبقى اعمل فرقتين، اعمل نادي اهلي اهلي اهلي. حصل كمان اصل انت بتتكلم في بطوله بحجم دوله، فهتلاقي ناس لا انت لازم النادي الاهلي، ما النادي الاهلي ما يشاركش مين اللي هيشارك؟ لكن انا مظبوط، انا متفق معاك. البطوله حتى البطوله العربيه النادي الاهلي فيها مش لا، وكمان يا كابتن كمان مش عاجب، ده مش عاجب
ده يعني ده السؤال اللي كنت هسأله لك. الضغوطات اللي عند الأهلي في الفترة الأخيرة، احنا مش هنلعب غير لما النادي الأهلي يلعب، احنا المؤجلات في مصلحة مين ولا ضد مين؟ يعني انا لما يتأجل لي ماتشات يا كابتن واقعد بقى مضغوط ان انا العب ماتشات، ده في مصلحتي ولا ضد؟ والله وطبعا انا سمعت الكلام ده وعرفت انه الحقيقة الموضوع ده، والنادي الأهلي الحمد لله خد قرار انه ما فيش حد يقدر اسرع الجدول ولا حد لحد ما الامور لكن انا دلوقتي بلعب باسم مصر وبلعب باسم النادي الاهلي وبلعب باسم في بطولات كتيره جدا، بطوله افريقيه ما انا واخد 8 بطولات، النادي الاهلي النادي المصري واخد 8 بطولات افريقيه، عامل اعلى نسبه يعني بالظبط. عايز بقى انت عايز نعمل ايه؟ انا عايز انا كمان لما يجي اجي لي ماتش ولا ماتشين تزعل او يجي لي؟ لا هو حتى انا اتمنى انه الناس تعرف كويس النادي الاهلي ده هو بيمثل مصر في كل البطولات، الدوري المحلي خلاص، لكن النادي الاهلي يعني كونه في بطوله كاس عالم للانديه ويلعب في بطوله عربيه ويلعب في بطوله افريقيه فانت بطوله كاس مصر ودوري فبالتالي انا بقول يعني اتمنى ان الحقد ده يزول من الناس. النادي الاهلي طول عمره هيفضل النادي الاهلي النادي الكبير، طول عمره النادي الاهلي نادي البطولات. يعني حتى نادي القرن اللي عمالين يشككوا فيه طول الوقت ده، انا قلت لهم ليه؟ كلمت والله الاتحاد الافريقي، ليه النادي الاهلي ليه الاتحاد الافريقي ما يحط بطولات الدوري العام عشان بعد كده ما حدش يتكلم، يعني تضاف بطولات الدوري العام على بطولات تقييمك كبطل افريقيا المفروض يعني 48 كم 40 بطوله تضيفها بقى، يبقى ان شاء الله من السنوات القادمه انا متاكد ان بطولات الدوري العام هتحسب والكاس كمان. مش هنرجع احسب 6 بطولات يقول لك ده صفايه بطوله افريقيه لا، النادي الاهلي نادي بطولات، نادي كبير لازم يعني. بطوله الدوري فعلا يا كابتن تتحط على قلبي نسم بينا ان شاء الله، تسكت كل الناس كده ما حدش يتكلم خلاص. بطولات كتيره جدا يعني يا كابتن حضرتك كنت نبعد عن الاسئله بقى التقليديه وادخل شويه في حياه كابتن شطه في الملاعب. كنت معروف بخف دمك في الفريق جدا، يعني اكتر موقف تفتكره كان ايه؟ لا انا مواقفي كلها طبعا كلها مواقفي في الماتشات بالذات، خصوصا يعني خصوصا الماتشات اللي هي الزمالك والاهلي. انت عارف انا بمسك فاروق جعفر كافضل لعيب الحقيقه وسط ملعب في الفتره بتاعتنا، كان وبيعرف يجيب ضربات جزاء ايه بقى؟ لا معلش مش تبعي، بس كان بلاي ميكر، وهيدوكودي كان بيقول لي لو مسكت فاروق جعفر ده يا شطه تاكد انه الزمالك ولا حسن شحاته هيستلمها ولا طه خليل، فبالتالي انت ما عندكش مشكله بس يوقفه. ففاروق جعفر طبعا كان دمه خفيف يعني، وكنت لما اجي اقف جنبيه الحقيقه كان باول ما اقف جنبيه يبص لي كده. طبعا فاروق جعفر دمه خفيف، وبعدين انت عارف احنا اصدقاء جدا الحقيقه، اكيد. فكان طبعا يقول لي انت طب يروح واخدني على الجنب كده وقفني في وسط الملعب طلعني بره اللعب، فانا اروح ماشي معاه مش هسيبك مش هسيبك. طبعا الناس كانت كلها بيقول لك فاروق لو خرج راح بره الملعب راح الحمام حتى. فكان يقول لي يا شطه انا والله في ماتش من الماتشات كده قال لي يا شطه بقول لك ايه انا مش هلعب، واقف جنبي مش هلعب. قلت له يا فاروق يا اخي خلاص، رحت راجع واقف ورا، وبعدين هي مسك الكوره كده يلعبها لعلي خليل، وعلي خليل سريع، فحقيقه كل المباريات اللي بيلعبها فاروق جعفر حقيقه كان مؤثر جدا. فدي حته برضه من الحتات المهمه جدا. برضه كمان امين دابو في اسماعيلي كان برضه شقي جدا بتاع امين دابو فظيع، فكنت لما امسكه امين دابو، تعرف امين دابو سنغالي بس مصري وانا برضه عايش معاه في مصر كل مع بعض، فبرضه دي في كان مواقف كتيره جدا انا وامين دابو في الملعب برضه. ومره كمان حقيقه حماد الرومي يعني كان ضربني بوكس حقيقه برضه، ومحمد الكسر الكبير ورداني روسيه فتح لي يعني كان عندي مواقف كتيره جدا في الملعب كانت. بس حضرتك كابتن كنت مسك لا الحقيقه مسكك مش هتعدي. اصعب حاجه انك تمسك لعيب طبعا، بتلعب على انت بتلعب على الرياكشن، على الرياكشن بالظبط، دي اصعب حاجه صعبه جدا. فعشان كده الحقيقه الواحد كان عنده قدره على انه برضه الرياكشن بتاعي سريع، وكنت الحقيقه استفاد مني ديكوتي، ويعني احنا عصرنا جيل كبير جدا الحقيقه، عملنا بطولات بعد ما النادي الاهلي في الستينات كان ما كانش فيه بطولات، السبعينات كلها كانت بتاعتنا ما عدا 78 تعرف بالهدف الاعتباري، خدوا الدوري وخدنا الكاس بعدها 4-2 المباراه المشهوره جدا. وبعدين الحقيقه بطلت 82 السنه اللي خدنا فيها كاس افريقيا بطوله افريقيا، واشتغلت في النادي الاهلي 20 سنه ناشئين الحقيقه، فضلت اتدرج في الناشئين لحد ما رحت الاتحاد الافريقي في 2002. وتاريخ طويل جدا الحقيقه، النادي الاهلي ده نادينا وبيتنا يا ميدو، وحقيقه الواحد سعيد جدا انه بيبقى في قناه النادي الاهلي دي في اي وقت. واحنا يا كابتن سعداء الله يكرمك، شخصيات حقيقة كبيره زي حضرتك الله يخليك يا ميدو بجد والله، ورموز كبيره جدا الله يخليك يا ميدو. يعني كان مين الصديق الصدوق بتاع كابتن شطه في الملاعب؟
انا طبعا انا واحمد عبد الباقي عشنا مع بعض في شقه واحده لما كنا مغتربين. احمد عبد الباقي جاي من المنيا احمد ابو حليقه فكنا عايشين مع بعض انا وهو, فيعتبر اقرب واحد ليا. وبعدين انا وحازم خالد كنا في كليه الهندسه مع بعض برضه, هو اقرب واحد ليا. وبعدين طبعا اقرب واحد ليا الله يرحمه كان صفد ابو حليم ومختار محمد عامر وماهر همام. حقيقه كنا مع بعض على طول يعني احنا خمس تنفار وحمد جمعه ما انساش, كنا مجموعه كلنا بنقعد مع بعض. وجيلنا كان كله, بص احنا كنا نروح النادي الصبح نخرج من النادي الساعه 7 مساء مع بعض طول اليوم في النادي. فدلوقتي طبعا الوضع اختلف, اللعيبه تخش من الباب الخلفي من المدرجات من ورا, لان الوضع اختلف دلوقتي ما تقدرش تخش من النادي ما تقدرش تركن بقى تروح بقى خارج برضو كده. وبعدين الحياه اختلفت والظروف اختلفت, اللعيبه بتخش النادي جوه الاجتماعي. النادي اللعيبه دلوقتي ما حدش بيخش النادي الاجتماعي. زمان للأسف. كل اللعيبه دي كلها تلاقينا قاعدين في الجنينه مع الاعضاء يعني. لكن دلوقتي الاحتراف والوضع اختلف, لانه اساسا اغلب اللعيبه دي كانت اولاد النادي يعني, كانوا متربيين في النادي ناشئين. وملعب الناشئين كان فين؟ كان في النادي الاهلي مختار التتش. انت عارف كل قطاعات الناشئين كانت بتتمرن في مختار التتش ده كله, كان كله من 8 سنين و10 و12 كلهم لحد ما نقلنا النادي في مدينه نصر اللي هي قطاع الناشئين بالكامل. فاللعيبه كانت موجوده كلها في النادي الاهلي. دي حته مهمه جدا انه اللعيبه كانت تتواجد مع الاعضاء يا ميدو. دي يعني أكيد. الاعضاء محتاجين لها الاعضاء يعني, ما بيشوفوش اللعيبه اكيد. زمان كان على طول قاعدين معانا والاعضاء يعرفوا اللعيبه. دي حته مهمه جدا الناحيه الاجتماعيه بالنسبه للاعبين, ما عادتش زي زمان. تغير الحال, بس طبعا انا متاكد انه الظروف اختلفت. حتى الجماهير اللي كانت بتيجي تتفرج على اللعيبه في التمرين يعني دلوقتي اختفت خالص. يعني دلوقتي ما فيش جمهور. انت عارف اللعيبه برضه التمرين, انت ما ذكرتليش موضوع الجمهور. اللعيبه في التمرين كان الجمهور يحفزها, كانت تلاقي الجمهور ده يخش التمرين, ده تلاقي التمرين يعني التقسيمات بتبقى قويه جدا. نفسنا والله كابتن الدنيا ترجع زي الاول. ما اعرفش ارجع امتى ان شاء الله, بس يخلوا بس يدخلوا لنا 20,000 30,000 بس في المدرجات ده عشان تحفز اللاعبين, لانه اللاعبين دول من غير جمهور صدقني يعني نسبه أكيد. مش عايز اقول كبيره قد ايه, بس نسبه لها تاثيرها في انك انت الجمهور بترفع نسبه كبيره جدا. والله العظيم طبعا نسبه مهمه جدا حكايه الجمهور ده. كده الخطيب طلب حقيقه, كابتن محمود طلب انه يزودوا الجمهور, وطلب من الحقيقه من الاجهزه الامنيه تسمح للنادي الاهلي بالجمهور. واتمنى انه طلب عادل جدا وطلب بسيط يعني, مش هو طلب بسيط بس الحقيقه احنا عايزينه يتنفذ عشان النادي الاهلي جمهوره هو سلاحه الوحيد. اكيد اكيد. كان ليك صحاب زملكاويه كابتن شط؟ طبعا محمود سعد, غانم سلطان, سامي منصور, فاروق جعفر, حسين شحاته الله يرحمه, طه بصري. لا لا احنا كنا مع بعض اخوات مع بعض يا اكيد يا ميدو الحقيقه. اكيد بنتقابل على طول الحقيقه, غانم سلطان على طول معانا. يعني الحقيقه الوضع دلوقتي اختلف. لو دخلت نادي الزمالك دلوقتي تخاف تخش نادي الزمالك. لا لا اوعى. لا 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 ازاي ده بيستقبلوك وناس كويسين. لا 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 طبعا طبعا. لا انا بتكلم اكيد حضرتك عارف بتكلم, اذا كانت رموز نادي الزمالك مش عايز اتكلم بقى. لا يعني وحتى جمهور نادي الزمالك دلوقتي ما عادش النادي الاهلي زي زمان. يعني كان زمان تلاقي مثلا حسن شحاته وفاروق جعفر وغانم سلطان على طول وعادل مأمور في النادي عندنا, ما فيش دلوقتي. لا ده يجوا كابتن بيجوا ايه بفوائد يشرفوا ده, ممكن يكونوا اعضاء كمان في النادي الاهلي. اكيد موضوع مختلف تماما. يا رب الامور ترجع زي ما كانت والناس تبقى حبايب يا ميدو. كره القدم لعبه تنافسيه فير بلاي, ما فيهاش اي نوع من لانه لازم نكون كلنا مع بعض يعني. أكيد. الحقيقه اكيد اكيد انا اتشرفت بيك جدا يا كابتن. لا لا سعيد جدا والله, ربنا يديك صحه كده ودايما حبيبي دايما انا معاك الله يخليك. فخورين ان حضرتك انتميت لكيانات الاهلي. لا طبعا ده شرف لي. انا قاعد في مصر طول عمري دلوقتي, النادي الاهلي نادي ده يعتبر بيت الاول مش التاني. الله يخليك يا ميدو. الله يخليك, نورتني وشرفتني حبيبي. ربنا ان شاء الله تكررها تاني كتير ان شاء الله. اي وقت ان شاء الله. شكرا جدا ليك. الله يخليك يا ميدو. نورني وشرفني طبعا الكابتن الكبير كابتن عبد المنعم شطر, دايما بقول عليه عاشق من عشاق النادي الاهلي ومعشوق من جماهير النادي الاهلي. نطلع فاصل ونستقبل النجم الشاب المحلل الرياضي محمد فارس, هنتكلم معاه في الدوري وافريقيا بالنسبه للنادي الاهلي. استنونا. We'll be right back.